أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية في عموم المدن السعودية خلال ساعات نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض. خلال نهار اليوم تسود أجواء حارة، 43 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما المحسوسة ستكون 40 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأها شمالا. سكاكا أتربة مثارمة 40 ل 22 درجة مئوية، عرعر 41 ل 22 درجة مئوية، تبوك طقس صافي 36 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة أتربة مثارة 41 ل 26 درجة مئوية، جدة 36 إلى 28 درجة مئوية، مكة المكرمة 43 إلى 29 درجة مئوية، أما الطائف تفرق بعض الغيوم 33 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية جازان 38 إلى 30 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، أبها 30 إلى 18 والباحة 29 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء شديدة الحرارة في حفر الباطن 40 إلى 30 درجة مئوية، الدمام طقس صافي 42 إلى 28 والإحساء 46 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 43 إلى 32 درجة مئوية، بريدة أتربة مثارة مع 44 إلى 28 درجة مئوية، أما حائل 37 إلى 26 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.